سجدات التلاوة لها ثلاث ضوابط في الأصل، هي مدح الله للساجدين، وذمه للتاركين، وأمره بالسجود. هذه الضوابط الثلاثة هي ضوابط السجود في القرآن. فإذا جاء مدح للساجدين أو ذم للتاركين للسجود أو أمر بالسجود فهذا موضع من مواضع سجود القرآن. ولكن في ذلك استثناءات، فمنها ما جاء في سورة الحجر في قول الله تعالى: وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن من الساجدين، هذا أمر بالسجود، ولكن ليس هذا موضع سجدة إجماعا، لأنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء السياق يدل على أن الكلام متجه إليه هو دون غيره، بخلاف الأوامر بالسجود في غير ذلك فإنها عامة. وكذلك من الاستثناءات ذكر الركوع دون السجود كما في سورة الصاد: فقر راكعا وأناب. هذا لا يتحقق فيه شيء من الضوابط الثلاثة، ولذلك لم يرى أبو حنيفة أنها موضع سجود أصلا، ولكن الجمهور على أنها سجدة من سجدات القرآن. وهذه السجدات 11 منها إجماعية وأربع خلافية. فالأربع الخلافية: سجدة صاد وسجدة النجم عند نهايتها، وسجدة الانشقاق، وسجدة إقرأ العلق عند نهايتها. هذه أربع سجدات فيها خلاف، والخلاف فيها مختلف، هل هو بحسب القراءة أو بحسب المذهب. فمن أهل العلم من يرى أن ذلك تابع للمذهب كمذهب أبي حنيفة في أن سجدة صاد ليست محل سجود، ومنهم من يرى أن ذلك تابع للقراءة، فالقراء يعرفون مواضع السجود في هذا. وعدد سجداته والتعليم عند عشر كل عند كل عشر آيات، تعليم أي وضع علامة عند كل عشر آيات، لأن أبا عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين قال: أخبرنا الذين كانوا يعلمون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قالوا: ما كنا نقرأ عشر آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. ولكن ليس المقصود هنا عشر آيات دائما في كل موطن، لأن هذا في المكي صعب، لكن في المدني نعم، آياته طويلة وفيها الأحكام، بخلاف المدني فتكون الآية رأس الآية بين المبتدأ والخبر أو بين الفعل والفاعل أو بين النعت والمنعوت. فالقرآن المكي آياته قصيرة في أغلبها،